النادي الاهلي ابتدى المباراه او بدا يدخل في المباراه بدايه 75، بقت مباراه ثانيه للنادي الاهلي، ظهرت فيها بقى روح الفانيله الحمراء، ظهر فيها اداء اللعيبه، ظهر فيها انك انت لما تبقى انت النهارده خسران وبتحول خسارتك قدام فرقه محترمه السنه اللي فاتت كان ليها مواقف معاك السنه اللي فاتت بكسبك 3 مباريات، فاللعيبه بتلعب 90 دقيقه كلها وده يعني متاثر نفسيا دايما توابع السنه اللي فاتت في نفسيه اللعيب، فبدا يتحرر في الدقيقه 75 لعيبه النادي الاهلي تشيل الضغط من عليها. الهدف الاولاني وكنت بقول لك في بدايه الاستوديو ان احنا الكرات الثابته عايزين نستغلها، الهدف الاول من كره ثابته بالرغم انها ما جاتش من مباشره في مرمى المهدي سليمان، لكن الكره الثانيه كان الانتشار جيد على ال 18 من بره، برضو الكره الثانيه الانتشار كان جيد، انت النهارده في ناس في 18 والانتشار بتاعك الكره الثانيه الكره المهمه جدا خاصه في الكرات الثابته كان النهارده ليها دور مهم جدا. بنبارك للنادي الاهلي على 3 نقاط مهمين جدا 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 في مشوار الدوري، والثلاث نقاط دول يعني ان شاء الله لو النادي الاهلي انهى الدور الاول بهذا الشكل ان شاء الله نقدر يعني يبقى خطوه مهمه جدا في حسم الدوري ان شاء الله مبكرا. الحاجه الثانيه قبل ما تروح لكريم برضو يعني عايز اقولها لك، اتفضل. النهارده لو يعني لو كل ولي امر عايز يحفظ ابنه جدول الدار بتاع 3 يجيبه جنبه ويقعده ويفرجوا على ماتشات الاهلي، النهارده المباراه الاولى 1 في 3 بكام؟ 3. تاني مباراه 2 في 3 بكام؟ ب6. النهارده احنا وصلنا لمباراه 13 ب39 نقطه. فكل واحد يعني كل اب وام عايز يحفظ ابنه جدول ضرب 3 ياخده ويقعده ويجيب له جدول المباراه بتاعت الاهلي وهو هيحفظه بسهوله. ده بعد كده ناس كتيره مش هتحفظ جدول المباريات، مش جدول المباريات، جدول الضرب. طيب.